أما ما قيل حول الصرف خارج الموازنة، فأؤكد لكم أن هذا الإجراء لم يتم مطلقاً، وهو أمر غير وارد، لأن الحكومة ترتبط بنظام مالي إلكتروني لا يسمح لها أصلاً بالصرف خارج الموازنة. لقد كان للإنفاق خارج إطار الموازنة خلال السنوات السابقة سبباً رئيسياً لتراكم ما مقداره 1,300,000,000 دينار استحقاقات على الخزينة، وستواصل الحكومة عملها من أجل سدادها. فالإنفاق خارج الموازنة أمر لا يمكن أن يستمر، ولن نسمح به بعد اليوم، حيث شكل هذا الإنفاق مزيداً من الأعباء على الموازنة وتجاوزاً على قوانينها المقررة من قبل مجلسكم الكريم.